حضورنا معنا اليوم اعطاء الانطلاقة لاستفادة التلميذات والتلاميذ من المبادرة الملكية السامية مليون محفظة، ويبلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين والمستفيدات 76 ألف تلميذ وتلميذة، منهم 73 ألف تلميذ بالابتدائي و 3000 تلميذ وتلميذة بالتعليم الثانوي الإعدادي بالوسط القروي، وهي مبادرة تهدف إلى تدليل الصعوبات التي من شأنها أن تعيق تمدرس التلميذات والتلاميذ، وترمي هذه المبادرة كذلك إلى تشجيع الأسر على تسجيل أبنائهم بالمدرسة وضمان حقهم الدستوري في التمدرس على غرار باقي التلميذات والتلاميذ في المغرب. عدد المؤسسات التعليمية التي استفادت من هذه المبادرة بسلة 130 مؤسسة بالابتدائي وخمسة المؤسسات بالوسط القروي، وتمت يمكن نقول لك أن العملية تمت في ظروف جيدة بحيث أن الكتب المدرسية متوفرة وجميع المؤسسات سلمت العدة ديالها، وجميع المؤسسات عملت على التوزيع بشكل متوازي مع العملية اللي قام بها السيد العامل. مشكوراً.